ازيكم؟ وحشتونا جدا جدا. النهارده هجرب معاكم طبخات المشتركين بالاوريو. كتير من اصدقائي كتبولي نفس الوصفه دي، فقررت ان اجربها معاكم النهارده، وطبعا جربتها قبل كده، فالوصفه دي بحبها جدا جدا، فممكن اجربها معاكم 10 مرات. فطبعا حط الاوريو في المج وضفت عليه الحليب وكسرته بالشوكه لحد ما يتفتت كويس جدا. بعد كده هندخله الميكروويف لمده 10 ثواني او الفرن لمده 10 دقائق. كده الاوريو جهز معانا، ولما خرج ده كان شكله، اتحول فعلا لكيكه الاوريو الجميله جدا السهله والسريعه وطعمها المميز جدا. بزينه بالكريمه، بس اليوم ده علبه الكريمه دي كان فيها مشكله، وكمان زينته بكده، فتته الاوريو واحده اوريو تانية. طبعا الاوريو طلع هش جدا وكيكه لذيذه قوي، بحبها جدا وكتير بيحبها منكو، فجربوها هتعجبكم جدا. بديها 10 من 10. ده كان شكلها، يعني كنت عايزه اوريكم ازاي هي هشه. تاني وصفه من صديقتي هدى هتكون عباره عن مشروب بالاوريو. فاول حاجه هاخد كام حبه كده من الاوريو وهضيف عليهم حليب واتنين بوله من الايس كريم وكمان نوتيلا، حط معلقه واتنين على حسب ما انتوا بتحبوا، وهضربهم في الخلاط واصبهم بعد كده في الكاس. وممكن نحط لهم تلج او ممكن ازينهم بالكريمه، بس اليوم ده الكريمه كان فيها مشكله معايا، لحد ما اصلحها واشوف ايه المشكله اللي كان فيها. المشروب كان لذيذ، بديله 10 من 10. تالت وصفة من صديقتي دعاء هتكون بالاوريو برضو. هفتت الاوريو كده، طحنته يعني في اي حاجة في المطحنة عندكو، طحنت الاوريو، ضفت له الحليب المكثف. الحليب ده انا اللي جهزته في البيت، ان شاء الله هنزل لكم طريقته في فيديو لوحده. قلبتهم كويس لحد ما يتحول كده العجينة واقدر اكوره لكور بالشكل ده. فعملت كل الكميه بالكور زي كده، هندخله التلاجة يعني يكون تماسك، وبعد كده زينته بالحليب المكثف خطوط كده زي ما قالت لي دعاء. كمان ندى كانت قايله لي على وصفه زي كده، بس للاسف معرفتش اوصل للتعليق. كان تعليق قديم ليها، فممكن ندى كتبت لي وصفه قريبه من دي هتكون كرات بالاوريو، كنت مقرر ان انا اجربها، بس للاسف طبعا وصفات كتير خدتني منها. يعني زي انتوا كمان باوريو مفتت، كان طعمها لذيذ قوي، حبيتها كده ولذيذه. بديها 10 من 10. وكمان اكتر وصفه يعني اكتر وصفه عجبتني في الاوريو النهارده هتكون اللي هي كانت كيكة المج. بس كده بحبكم جدا، وخلص فيديو النهاردة. استنونا في فيديو جديد وحلقات جديدة وحلقات رمضان الجديدة، انتظرونا وهتوحشوني جدا، وباي باي.